السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا من جديد الإخوان اللي كيسمع يطبي سنك سنك. يلا باش نبدأ. غدا إن شاء الله عندكم امتحان عادي جدا ولغة تمشي للفرد. نعتبر راسك تمشي للفرد. شنو غدوز والو الفيزياء؟ واش غدوز شي حاجه ما عمرك شتيها؟ غدوز الفيزياء والانجليزيه والغد لي عاوتاني غدوز المط والفلسفه والغد لي عاوتاني غدوز اس في تي. عندك 3 ايام عندك 3 ايام حاول تقاتل مع 3 ايام هادي يعني من ناحيه الراحه النفسيه. وديك الساعات نهار الخميس ان شاء الله مع ديك 11 غتخرج او سير ارتاح مع راسك. عادي عادي شوف اين علبو العالم. هذا راه غير امتحان ديال الدنيا. واش نمرض راسي على ود الامتحان ديال الدنيا؟ واش نتوما مرض؟ يلا الاخوان غير حيدوا داك الخوف عادي جدا صافي. راه نتوما كما كنقول دائما عندكم التجربه ديال الامتحان الجهوي. الاجواء عرفتهم، راه ما كاين لا الدرونات، ما كاين لا القوات المساعده في القسم، ما كاين لا الجيش ولا القوات المسلحه، والو. جوج اساتذه غيحرسوك كما دوزتي في الجهوي. اشنو اللي طرا؟ غير تبدل المواد. في الجهوي دوزتي المواد ديال الاولى باك، دابا غدوز ديال الثانيه باك عادي جدا. وشحال من واحد ندم على داك الخوف. سير سولوا التلامذة اللي دوزوا شنو غيقول لك التلامذة اللي ناجحين دابا اللي طالعين مورا البكالوريا؟ شنو غيقول لك؟ يقول لك راه انت مريض. واش انا كنت خايف على ود القضيه ديال الامتحانات الباك وكذا، حيت ملي غتمشي مورا البكالوريا ديك الساعات غتشوف شي حوايج اخرين كيستحقوا الخوف فيه. اما دابا لا. يلا الاخوان غادي نبداو الحصه ديالنا. راه كلشي داكشي اللي كنديروه الاخوان في الحصص المباشره الناس اللي كيتبعوا معنا راه هو اللي غادي تلقاو في الامتحان الوطني بالنسبه لماده الرياضيات. يلا بسم الله غادي نخدموا على واحد الداله رائعه جدا. الاسئله ديالها حطيناهم في ستوري. نشرنا التمرين بالعربيه ونشرنا التمرين بالفرنسيه صافي. هذا هو التمرين بالعربيه، راه الكتابه صغيره شويه. المهم راه عندكم في ستوري بالفرنسيه، عندكم في ستوري التمرين بالعربيه. علاش بالضبط خدمنا هاد النموذج اولا هاد التمرين؟ واخا ديجا خدمنا شي دوال اخرين بهذا الشكل، هذه كتسمى داله مجزاه، حيت ممكن يعطيوها لك. ممكن راه ملي كيقول لك الدوال يعني ممكن يعطيك هاد الداله هذه اللي كتكتب على شكل جوج دوال. داله مجزاه لا فونكسيون ديفيني بار بارتي. وبالضبط بغيتكم عاوتاني تفهموا واحد السؤال اللي كان تعطى في الوطني وقيله 2013. فين هو هذا اللي فيه سميتو القيام ديال البارامتر ام؟ حتى هو راه عندكم في الاطار المرجعي يعني كاين مع الدوال. اذا هذه فرصه باش الناس اللي ما فهموش يفهموه. واخا كما قلت ديجا خدمنا شي تمارين بحال هكا. يلا بسم الله الداله قدامنا غادي نحطوها. ها هي واش كتبان؟ كتبان. يلا بسم الله بسم الله. ولكن غادي نزرب شويه، غادي نحاول نزرب شويه باش نوصلوا لهاد الاسئله الاواخر. اذا الداله اف دو اكس ها هي معرفه بجوج دوال
اولا بما يسمى داله مجزاه، وحده معرفه في اليمين ديال زيرو اولا في المجال صفر بلس لانفيني، هذيك الاولى اولا الثانيه، وحده معرفه في موال انفيني زيرو، هذيك الاولى كتشوف حسب المجالات. يلا بسم الله، اول سؤال مونتري كو اف اي كونتيني اون زيرو. حيد عليا التقشر هذا. اول سؤال شنو هو؟ غادي نبينوا ان اف متصله في صفر. هنا الا 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 قال لك الاتصال في صفر، خصك دير اليمين واليسار. فين هي اللي كتلعب لي الدور ديال اليمين؟ هي الداله التحتانيه حيت فيها اكس اكبر من زيرو، والفوقانيه هي اليسار. اذا خصني ندير الاتصال في اليمين وخصني ندير الاتصال في اليسار، ولكن اول حاجه بعدا خصني نحسب الصوره ديال زيرو. ركز معايا، ركز معايا، راه هادشي غتلقاه، ركز معايا. لدينا اف ديال زيرو، شحال كتساوي اف ديال زيرو؟ وفين غادي نحسبوها؟ غادي نحسبها تما فاش كاينه او يساوي، يعني الداله الفوقانيه. شحال كتساوي؟ اوس زيرو هي واحد ناقص واحد هي زيرو ناقص زيرو هي زيرو. اذا الصوره ديال صفر كتساوي زيرو، كتحسبها مره واحده. بسم الله بسم الله، نبداو بالاتصال على اليمين. انت بدا باللي بغيتي. اكس تؤول الى صفر بلس اف دو اكس، الداله اللي غادي ناخذ هي التحتانيه حيت هي اللي كتلعب لي الدور ديال اليمين. دونك اكس تؤول الى صفر بلس واحد على جوج اكس اوسي اثنان ناقص اكس اوسي اثنان في الالين دو اكس. الى جاب الله عطاوكم هاد الداله الاخوان، خصك تعرف فين هي اليمين واليسار حسب دوك المتفاوتات. شحال كيساوي التقشر هذا؟ كيساوي زيرو. لماذا؟ علاش؟ علاش كتساوي زيرو؟ لان غادي نحاول نزرب شويه، لان ليميت اكس تؤول الى صفر بلس ديال اكس اوسي اثنان في الالين، هذه قاعده في الدرس، كتساوي زيرو. وعندك عاوتاني ليميت واحد على جوج اكس اوسي اثنان حتى هي كتساوي زيرو، حيت زيرو في واحد على جوج. وهاد الليميت هادي مالها؟ كتساوي نيت الصوره ديال صفر. ماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ نستنتج ان اف متصله كونتيني ا دروات دو زيرو. نمشي دابا نشوف اليسار ديال صفر. اليسار ديال صفر ضروري خصك دير اليمين واليسار. اف دو اكس فين هي اللي كتلعب لي الدور ديال اليسار؟ هي الفوقانيه حسب ديك المتفاوته. اكس اصغر من زيرو بمعنى اليسار، هذيك الفوقانيه. اكسبونونسييل ناقص اكس ناقص واحد، هذه بالتعويض المباشر غادي تعطيك زيرو. وملي عطاتنا زيرو يعني الصوره ديال صفر، حيت هي نيت فاش حسبنا الصوره ديال صفر. صافا الاخوان، هذه كتساوي واحد، هذه زيرو ناقص واحد هي زيرو. اذا شنو هو التاويل الهندسي؟ دونك اف متصله يسار في صفر. شنو هو الاستنتاج الاخير؟ بغيت دابا الاستنتاج الاخير. اذا او لو بالتالي او لو منه اف متصله في صفر بصفه عامه، حيت ملي كتكون متصله في اليمين ومتصله في اليسار كنقولوا على الداله متصله زيرو. اذا هذه فرصه للناس اللي ما عقلوش على الاتصال، ها حنا درناه حيدناه. يلا اللي فهمها الاخوان يطبي سنك سنك بالزربه بالزربه باش نحاولوا نزربوا شويه. دالة دالة رائعة جدا رائعة جدا. نمشيو للسؤال الآخر. السؤال الثاني شنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هذا بعد تهنينا منه. السؤال الثاني بين أن اف قابلة للاشتقاق في صفر، حتى هذه غادي نذكروا القاعدة ديالها. مونتري كو اف اي ديريفابل اون زيرو. عندك ديجا الصوره ديال زيرو شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو، ديجا حسبناها في الاتصال. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير عاوتاني الاشتقاق في اليمين وفي اليسار. يلا سيدي غادي نحسبوا ليميت اكس تونفير زيرو زيرو بلس اف دو اكس. القاعده ديال الاشتقاق في نقطه كلكم كتعرفوها. شنو غادي ندير؟ غادي نعوض، ولكن رد البال اش من داله غتخدم بها ديال اليمين زعما التحتانيه. واحد على اكس اولا واحد على جوج اكس اوسي اثنان ناقص اكس اوسي اثنان في الالين
شحال كتساوي الصوره ديال زيرو؟ كتساوي زيرو. ديجا حسبناها على اكس ناقص زيرو هي اكس. غادي نفرق عليهم المقامات. الا فرقنا عليهم المقامات غتعطيك واحد على جوج في اكس، حيت غتختز ليا اكس مع اكس، وهذه حتى هي غنعطيها المقام غتعطيك اكس في الالين دو اكس. ممكن تعمل الفوق باكس وتختزل مع اكس، راه بحال بحال. شحال كتساوي النتيجه؟ النتيجه كتساوي زيرو. لماذا؟ لان هذه كتساوي زيرو قاعده، ولان هذه كتساوي زيرو. ملي لقينا زيرو كينتمي او لا عدد ينتمي الى اف، شنو هو الاستنتاج؟ الاستنتاج ان اف قابل للاشتقاق، حيث الاتصال درنا سابقا، قابله للاشتقاق يمين صفر، وخصك دير ليه التاويل ضروري. سي اف ادمي اون دومي تانجونت، يقبل نصف مماس، حيت كندويو غير على اليمين. معادلته ديك المعادله مشهوره في الرياضيات، اف بريم دي، زعما لا دروات ديال زيرو عامل لي اكس ناقص زيرو زائد اف ديال زيرو. هاد القشره هذا شحال غادي يساوي؟ اف بريم ديال زيرو هي النتيجه ديال ليميت. اف ديال زيرو لقينا فيها زيرو، يعني القشر كامل وغادي يساوي زيرو. عقلوا عليه مزيان، خايب ترسم. نمشيو دابا لليسار، اليسار نشوفوا الليميت في اليسار. ليميت اكس تون فير زيرو موان اف دو اكس ناقص اف ديال زيرو على اكس ناقص زيرو. كنعوض هاد القشر عاوتاني باش غنعوضو ديك الداله الفوقانيه اللي كتمثل ليا اليسار. شحال كتساوي اف ديال زيرو؟ كتساوي زيرو بلا ما نديرها. علاش؟ على اكس. ها الا فرقت عليهم المقامات غادي نلقى مشكل، غادي نلقى مشكل. اوكي غادي نلقى مشكل، حيت غتعطيك لانفيني وشي، المهم غتعطيك شي حاجه ماشي هي هذيك. شنو غادي ندير؟ غادي نتفكر واحد الخاصيه. شنو هي هذه الخاصيه هذه؟ عقلتوا على ديك القاعده ديال اكسبونونسييل اللي باش نوريها لكم؟ عقلتوا على هذه؟ هي اللي غادي نخرج من هذا العجب، هذه اللي كتساوي واحد عند زيرو، سواء زيرو بلوس ولا زيرو موان، المهم عند زيرو. كتساوي ليميت اكسبونونسييل مع ناقص واحد، غادي نعزلهم نعطيهم المقام ديالهم، وداك ناقص اكس غادي نعطيه المقام ديالو، غادي تعطيك ناقص واحد. لماذا؟ حيت ناقص اكس على اكس كتساوي ناقص واحد، داكشي اللي درت. اذا في الاخير شحال كيساوي هاد القشر هذا؟ كيساوي زيرو. لماذا كيساوي زيرو؟ لان اعطيه التعليل، اكسبونونسييل ناقص واحد على اكس تساوي واحد، اذا واحد ناقص ديك واحد كتساوي زيرو. اشنا هو التاويل الهندسي؟ اف اي ديريفابل à gauche en 0 ياك. والتأويل الآخر شنو هو؟ سي اف ادمي اون دومي تانجونت، اون دومي تانجونت ديكواسيون. المعادلة ديالو شحال كتساوي؟ شوف غادي ندير المعادلة ديريكت الإخوان حيت ما عنديش البلاصة ياك. المهم راه المعادلة دايره بحال هكا، اف بريم ديال جي زعما ا غوش ديال زيرو ناقص، المهم بحال نفس. شحال كتساوي عاوتاني اف بريم ديال زيرو؟ كتساوي زيرو، يعني النتيجه ديال ليميت زيرو. غادي تمشي لك مع هذا القوس، و اف ديال زيرو حتى هي كتساوي زيرو، اذا ايكغيك كتساوي زيرو. دونك عندنا واحد المماس كيفاش داير؟ الا بغيت نرسمو عند النقطه زيرو زيرو غيكون بحال هكا افقي، صافي في اليمين وفي اليسار، يعني نفس المماس. دابا الاستنتاج الاخير راه مازال ما ساليت، مازال شنو غادي نقول ليه في الاخير؟ ومنه اف قابله للاشتقاق ديريفابل في زيرو. علاش؟ عرفتي علاش؟ حيت كاينين ثلاثه الشروط، خاصها تكون قابله للاشتقاق في اليمين وتكون قابله للاشتقاق في اليسار، والنتيجه ديال الليميت في اليمين وفي اليسار يكونوا بحال بحال فعلا.
لقينا في هذا الليميت زيرو ولقينا في هذا الليميت زيرو. راه واخا تكون قابله للاشتقاق في اليمين وتكون قابله للاشتقاق في اليسار، الا ما كانوش النهايات متساويين غادي نقول ليه ليست قابله للاشتقاق، ني با ديريفابل اون زيرو بصفه عامه. يلا اللي فهم الفكره عافاكم يطبي سانك سانك. كما قلت ثلاثه الشروط، هادو قواعد ديال الدرس، ثلاثه الشروط تكون قابله للاشتقاق في اليمين وفي اليسار، وتكون ديك الليميت اللي في اليمين تساوي ليا الليميت اللي في اليسار. ضروري ضروري. سانك سانك، الناس اللي عندهم او اللي تنسات عليهم الخاصيه ديال قابليه الاشتقاق ما عندكش باقي مبرر تقول ما فهمتهاش. ندوز السؤال الموالي، جوج ديال النهايات، وحده عند بلس وحده عند موان، نبداو مثلا بديال مثلا بديال موال انفيني ولا بلس اللي عجبك، بدا باللي عجبك. لدينا ليميت اكس تؤول الى بلس لانفين، فين هي اللي فيها بلس لانفيني؟ المجال اللي فيه بلس لانفيني هو المجال زيرو بلس لانفيني، يعني هاد الداله التحتانيه، حيت عندك اكس اكبر من زيرو كتعني بالمجال زيرو بلس لانفيني، اذا بلس لانفيني كاينه في هاد المجال. دونك داكشي علاش غادي نستعمل الداله الثانيه، واحد على جوج اكس اس اثنان ناقص اكس اس اثنان في الالين ديال اكس. الا درنا التعويض المباشر، هادي بلس لانفيني، هادي بلس لانفيني في ناقص موال لانفيني، شكل غير محدد. اسهل طريقه هي انك تعمل باكس اس اثنان، سي نورمال. هاد العجب هذا غادي نعملوه باكس اس اثنان، وتعطيك النتيجه ديريكت. شحال كتساوي؟ كتساوي موان لانفيني. لماذا؟ لان ليميت عند بلس لانفيني ديال اكس اس اثنان كتساوي بلس لانفيني، والليميت عند بلس لانفيني ديال الالين شحال كتساوي؟ الالين بوحدها كتساوي بلس لانفيني. دونك سي نورمال هاد القوس هذا غيعطيك موال لانفيني، وهادي كتعطيك بلس لانفيني، الضرب بيناتهم كتعطيك موال لانفيني. راك دابا نمشيو لديك الليميت الاخرى، ليميت موال انفيني اف دو اكس شحال كتساوي؟ طبيعة الحال ليميت اكس تنفيغ موال انفيني، غادي نخدم بديك الدالة الفوقانية حيت داك المجال ديالها اللي فيها موال انفيني، شحال غتساوي؟ شكل غير محدد، اولا غتعطيك ديريكت، غتعطيك ديريكت شحال؟ غتعطيك اسيدي بلوس لانفيني. لماذا؟ لان ليميت اكسبونونسيال عند موال انفيني شحال كيساوي؟ هاد القشر هذا كيساوي زيرو، قاعده في الدرس. وداك ناقص اكس شحال كيساوي؟ بلوس لانفيني. داكشي علاش قلت بلوس لانفيني. اللي فهمها الاخواني طابي سانك سانك، باش ندوز بالزربه. هاد الاسئله الاولين خصنا نزربو عليهم، حيت الهدف ديالي هو نوصل لدوك الاسئله، خصوصا هاد البارامتر هذا خصكم ضروري تفهموه في هاد الحصه عافاكم، باش ما يتصدمش شي واحد عاوتاني في الوطن. سانك سانك، اللهم يسر ولا تعسر. نتوما غير ردوا معايا البال، اي خطوه كنديرها رد ليها البال. سؤال بي، غادي نحسبوا ليميت اف دو اكس على اكس عند بلس لانفيني، ومن بعد نعطيو التأويل الهندسي حسب النتيجة المحصل عليها. نزربو عليها حتى هي. لدينا ليميت اكس تنفير بلس لانفيني اف دو اكس على اكس، اش من دالة غادي نخدم بها الاخوان؟ التحتانية، حيت بلس لانفيني كاينة في المجال زيرو بلس لانفيني هادو. دونك واحد على جوج اكس اس اثنان ناقص اكس اس اثنان في الالين مقسوم على اكس. ممكن تعمل الفوق باكس وتختزل، او لا تفرق عليهم المقامات. اسهل طريقه هي انني نفرق عليهم المقامات. كيفاش؟ بحال مثلا هذه الا قسمته على اكس غتختزل لك اكس مع اكس، وتبقى لك واحد على جوج اكس.
هذا الشيء بالنسبه للاخرى تبقى لك اكس حيت اختزلت ليا اكس مع اكس وهكذا غادي تعطينا هنا بلس انفيني لا مول انفيني شكل غير محدد خصني نعمل باش باكس واحد على جوج ناقص الين ده النتيجه الاخيره هي مول انفيني علاش علاش مول انفيني هذا القوس ديجا قلنا انه كيعطيك مول انفيني بلس في موان هي مول انفيني وهذا اكس اللي على برا بلس انفيني داكشي علاش عطاتني مول انفيني اذا شنو هو التاويل الهندسي شنو هو التاويل الهندسي سي اف يقبل فرع شال جامي اتجاهه محور الارتيب بجوار بلس لانفيني يلا اللي فهم عفاك كيطابي 5 5 المنحنى غادي يدور على محور الارتيب بجوار بلس لانفيني علاش حيت اف دو اكس على اكس لقيت فيها لانفيني شوف الاخوه اليوم مع ديك الربعه اولا ديك الخمسه سير دور شويه سير خرج راه ماشي حرام تخرج ما تخرجش سير خرج شويه راه بالعكس سير خرج لشي جرده اولا دور شويه غير ما تمشيش مع دوك صحابك المشاغبين لا سير غا بوحدك شد شي طريق جلس خلي المرجع وكذا غير واحد ساعتين بعدا اوكي ولكن شي وحدين راه دايرين بحال دوك المعقدين دخلوا الدار من النهار من البداية ديال هاد الشهر سي نورمال هذا راه غيتسطا ولا ما عرفت كاع شنو غيطرى ليه راه الا دخلتي الدار وجلستي فيها شي شهر وكذا وداك سميتو راه اخيب حاجه هي هادي ولا سير البحر دور مالك سير مع ديك الخمسة ولا مع ديك الستة سير شد تاكسي وسير جلس شوية حدا البحر شم شوية الهواء ودور وتلقى هاد السرحين ينعلبو العالم ورجع وطل شوية على مادة الفيزياء في ديك التمنية وكذا وناس كاين شي وحدين كاع ما كياكلو هاد الايامات هادي غيندمو ملي غيطلعو للمورا البكالوريا غيندمو يقول تو شاد كون هاكلي تماكلتي شوف السؤال الموالي 4000 مونطري كو لا دروات دلتا ايكغيك كتساوي ناقص اكس ناقص واحد اتينا سامبتوت مالو اوبليك يعني مقارب مائل بجوار موال الفيني ها ملي كيقول لك بلي ان شي مستقيم مقارب مائل وهذا راه غتلقاه في الوطني راه ما يمكنش هذاك الشيء دار بدون هاد الاسئله هادو شنو غدير غتحسب الفرق وخصك تلقى فيه ضروري زيرو الا قال لك بلي ان شي مستقيم مقارب مائل بجوار موال الفيني ولا بلس كتشوف بعدا بجوارش كتحسب الفرق اف دو اكس ناقص ايكغيك زعما المعادله ديال داك المستقيم وخص ضروري تلقى في النتيجه زيرو باش تقول على هاد ايكغيك مقارب مائل لماذا حيت بحال كدوي على داك المرحله الاخيره في الفروع اللانهائيه اذا غادي نشوف غادي نعوض ونشوفوا بعدا اش من داله غادي نخدموا بها موال انفيني اش من داله الفوقانيه اذا غتكون عندي ليميت دائما عافاك عرف حسب المجال اش من داله غتخدم بها ناقص ايكغيك شحال كيساوي ايكغيك كيساوي ناقص اكس ناقص واحد اشنو غيطرى غيتختز لي هذا العجب مع خوه وغتبقى ليا شحال اكسبونسييل شحال زعما كتساوي زيرو حيت قاعده اذا شنو غادي نقول ليه في الاخر اذا الدلتا المعادله ديالو ناقص اكس ناقص واحد يتين اسامبتوت اوبليك على كوب سي اف او فوازيناج دو موان لانفيني بمعنى انت غادي ترسم داك المستقيم المهم غتختار جوج نقط ترسمو
وداك المنحنى غادي يقرب ليه، غادي يقرب ليه، يا اما من هنا يا اما من هذه الجهه يا اما من هذه الجهه يا اما من هذه الجهه. هادشي غادي نشوفوه في الرسم. يلا اللي فهمي طبي سانك سانك، حيد عليه الطغوبيشه، حيد حيد. واش وحدين راه كيحسب لي موش غدا يوم القيامه. نمشيو دابا للسؤال الموالي. السؤال الموالي شنو هو السؤال الموالي؟ شوف السؤال الموالي سيدي هو كما يلي. دابا باش نتبان لكم الورقه، ادرس الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف بيناش بين سيف والدلتا في المجال موالا في لي زيرو. نتوما كاملين كتعرفوا القاعده ديال الوضع النسبي شناهي، كنحسبوا الاشاره اولا كنحسبوا الفرق وكنشوف الا كان هذا الفرق هذا موجب غادي نقول ليه لدينا لكل اكس من المجال موال انفيني زيرو، موال انفيني زيرو كنحسبوا هذا الفرق. فينا هو هذا الفرق؟ هو هذا اف دو اكس ناقص اي، وكنشوف الا كان موجب راه السي فوق المستقيم، الا كان سالب راه العكس. ولكن اش من داله غادي نخدم بها؟ راه قال لك موال انفيني زيرو يعني كيدوو على داك المجال، المجال الفوقاني يعني الداله الفوقانيه. دونك اف دو اكس ديجا عندك، ايغريك ديجا تعطى لك، غيتختز لي عاوتاني القشر هذا مع خوه، وشنو غيبقى ليا؟ اكسبونونسييل. وحنا ديجا كنعرفوا ان اكسبونونسييل اكبر قطعا من زيرو، اذا شنو هو التاويل الهندسي؟ دونك CF فوق المستقيم الدلتا للمعادلة ديالو Y كتساوي ناقص X ناقص واحد على المجال موال انفيني زيرو. يلا اللي فهمها الإخوان يطبي سانك سانك. احنا درنا عاود تاني تذكير لاش القاعدة ديال الوضع النسبي اللي ما كانش عارف كيفاش كنديرو الوضع النسبي، ها هي الخاصية ديالها. يلا يلا الاخوان شوف، يلا كلشي يدير يدين معانا. نمشيو للسؤال الموالي. إلا كان الفرق موجب فوق، إلا كان سالب تحت. ما عرفتيهمش بالفرنسية كتبهم بالعربية راه ما كاين حتى شي مشكل، واخا كتقرا بيهم دير فوق تحت. شوف معايا السؤال رقم 5 ألف. طلبوا منا باش نحسبوا واحد المشتقة وخصها تعطينا، تعطينا بحال قلتي كتحسب جوج مشتقات دقة واحدة صافي. المشتقة ديال الفوقانية خص تعطيك هادي، المشتقة ديال التحتانية خص تعطيك هادي. أنا غادي نبدا وحدة بوحدة، وحدة بوحدة، مكاين حتى شي مشكل. يلا الإخوان غادي نمشيو نشوفو، نبداو مثلا بالفوقانية، نحسبو المشتقة ديال الفوقانية عادي عادي جدا. لكل إكس من المجال موال انفيني زيرو، لكل اكس من المجال موال انفيني زيرو، زعما كندوي على ديك الداله الفوقانيه حيت هي اللي معروفه في موال انفيني زيرو. لدينا اف بريم دو اكس نزربو عليها كتساوي اكسبونونسييل ناقص اكس ناقص واحد البريم. شحال كتساوي؟ كتساوي سي نورمال اكسبونونسييل ناقص واحد، حيت المشتقه ديال الاكسبونونسييل نفسها هذه هي هذه. صافي مزيان. نمشيو لديك الثانيه، لكل اكس من المجال زيرو بلوس لانفيني نحسبوها حتى هي غادي نحسبوها، اف بريم كتساوي
واحد على جوج اكس اس 2 ناقص اكس اس 2 في الالين بريم. شحال كتساوي هاد الاولانيه؟ كتساوي اكس. لماذا؟ حيت ديك جوج غتختزل مع جوج، الا نزلتها غتختزل مع جوج، كنزلو الاس وكنقسم الاس درجه في البريم، اذا غتنزل جوج غتختزل مع جوج غتساوي واحد. هذه لا خصك دير ليها شنو؟ خصك دير ليها القاعده ديال الضرب. ديما ملي كيكون عندي الضرب في الاشتقاق كنديرو القاعده ديال الضرب، ورد البال لهاد ناقص، هاد ناقص راه ديالهم كاملين، ضروري خصك دير الاقواس. اي بريم اكس اس 2 بريم في الالين زائد في الالين بريم، قاعده مشهوره في الرياضيات اكثر من دنيا باطنه، هذه معروفه. زيد ودائما الاقواس حيت مسبوق بناقص. البريم ديال اكس اس 2 ها هي، البريم ديال الين دو اكس هي واحد على اكس، ومن بعد غيتختزل ليا اكس من هنا و اكس من هنا، وغتبقى ليا اكس ناقص جوج اكس الين زائد اكس. ومن بعد سيدي شنو غادي ندير؟ غادي نشرع عليهم داك ناقص. ايه ها علاش لو سيور باش تبقى ليا بحال هكا. وفي الاخير شنو غادي نقول ليه؟ دونك نكتبوها بديك المعقوفات اللي عطاونا هما. اف بريم تساوي اكسبونونسييل ناقص واحد اكس اصغر او تساوي زيرو، ها هي راه لقيناها. الاخرى اف بريم تساوي ناقص جوج اكس الين دو اكس ملي كيكون اكس اكبر قطعا من زيرو. يلا اللي فهمي طبي سانك سانك عافاك باش ندوز. هذه هي الطريقه اللي كنتعاملوا بها مع هذا النوع ديال الدوره، كيتسمى دوره مجزاه. دابا شنو اللي مطلوب؟ رد معايا البال. مطلوب منا باش نبينو نمونطريو كو اف اي دي كرواسونت، علاش من مجال على هاد الجوج وكرواسونت على هاد المجال، ما قالش ليك جدول التغيرات. رد البال. اذا انا شنو غادي ندير عافاك؟ شنو غادي ندير؟ الفكره اللي غادي نديرو بلاتي غنوريكم الفكره اللي غادي نديرو، حيت كاين جدول التغيرات وكاين جدول الاشاره، انا غادي ندير غير هذا اف بريم واحد الخانه فقط، يعني باش نعرف فين كتكون موجبه وفين كتكون سالبه الى غير ذلك. صافي هذا كيتسمى جدول الاشاره ديال اف بريم، وديك الساعات كتعطي تما فاش كاينه زائد تزايديه، تما فاش كاينه ناقص تناقصيه. اوكي جدول التغيرات كنزيدو ديك الخانه الثانيه ديالاش ديال اف، كتكون فيها جوج خانات. اذا حنا دابا ما طلبوش منا جدول التغيرات، طلبوا منا غير جدول الاشاره. غدير جدول الاشاره عوض لا تكتب لا دير ليه الاسهم، كتكتب ليه بالجمل اولا بالهضره. يلا نشوفوا الاخوان نديروا جدول الاشاره، يعني ندرسوا الاشاره ديالاش ديال اف بريم في كل مجال، في كل مجال. انا مثلا غادي نقول ليه لكل اكس من المجال موال انفيني زيرو، نبداو بموال انفيني زيرو، موال انفيني زيرو. مزيان نديرو الجدول. شنو عندنا بعدا؟ شنو كنا لقينا؟ اف بريم كنا لقينا فيها اكسبونونسييل ناقص واحد. يلا سيدي نديرو ليها طابلو دو سيني. اف بريم دو اكس معرفه فاش؟ في المجال موال انفيني زيرو، معرفه في موال انفيني زيرو، حنا كندويو غير في المجال موال انفيني زيرو. يلا ندرسو الاشاره ديال هاد العجب، ندرسو الاشاره ديال هاد العجب، واش موجب ولا سالب ولا كيفاش؟
نشوفوا بعدا فاش كتنعدم، نشوفوا بعدا فاش كتنعدم. اف بريم دو اكس فين كتساوي زيرو، اذا كتساوي زيرو تما فاش كتنعدم ديك المعادله هذه. غنديو واحد لذاك الطرف، غادي نلبسوا الاله للطرفين، الا لبست الاله لهاد الطرف غتبقى لك اكس، الا لبستي الاله لهاد الطرف غتبقى لك زيرو. اذا كتنعدم فاش كتنعدم في زيرو، مزيان ها هي كتنعدم في زيرو. الاشاره ما منحقيش نقول ليه اشاره اكس اشاره ا، شنو غادي ندير؟ خصني ندير المترجحات، ندير المترجحات، نسول راسي مثلا نقول فين غادي تكون هذه سالبه، كاين اللي غيدير فين غتكون موجبه. المهم دير واحد المترجح ماشي جوج، وحده فيهم اللي يعجبك. ناقص واحد اصغر من زيرو، نديو واحد لذاك الطرف ولبسو عاوتاني الالين، غتبقى لك هنا اكس هنا صفر. شنو كيعني هذا بالمجال؟ كيعني من موال انفيني حتى لزيرو، فين غادي يكون هذا سالب في هذا المجال؟ موال انفيني زيرو سالب، هايا صافي مفهوم. هادشي اللي كاين الاخوان، كون درت فين غتكون اكبر من من زيرو غادي نلقى زيرو بلس انفيني، يعني ملي غادي تلقاها موجبه في زيرو بلس انفيني موال انفيني زيرو غيكون العكس. انت كتلقى واحد المجال الاشاره في واحد المجال وكتعرف انه العكس في دوك المجالات الاخرين، اذا كون اللي دار اكبر من زيرو غادي يلقاها موجبه في زيرو بلس انفيني ياك، وتقول ليه اذا هنا راه غتكون ناقص العكس. هادشي اللي كاين. ملي كتكون المشتقه سالبه شنو غادي نقول على الداله؟ شنو غادي نقولوا على الداله الاخوان؟ شنو غادي نقولوا على الداله؟ يلا يلا بالزربه. ايه تناقص ياك. اشنو بان لكم في السؤال؟ شوفوا كاع الناس اللي يستنتج ان اف تناقصية على كل من المجالين موال انفيني زيرو وواحد بلس انفيني. منين جات ديك واحد بلس انفيني؟ واحد بلس انفيني، واحد بلس انفيني. شنو بان لكم الاخوان؟ انتيغرال مسدود تماك. لا راه هنا خدمت بقطع، خدمت بقطع حيت لقيت فين كتساوي زيرو، اولا العدد اللي درت تساوي زيرو بوحده ودرت قطعا بوحدو، فهمتي؟ يعني في المجال موال انفيني زيرو غادي تكون سالبه، غادي تكون سالبه وكتنعدم في زيرو. حيت اصلا ما يمكنش ندويو على المجال الاخر، حنا بغينا شنو؟ موال انفيني زيرو، حنا بغينا المجال موال انفيني زيرو، مفهوم؟ يعني كاين تما، كاين تما شي اشكال في السؤال، كاين تما اشكال في السؤال، حيت ما يمكنش تكون تناقصية، ما يمكنش تكون تناقصية هادي، ما يمكنش تكون تناقصية في اليمين ديال زيرو، إذا هنا كاين مشكل في السؤال، يعني هذا غير خطأ مطبعي من طرف اللي حط هذا الامتحان التجريبي، مفهوم الاخوان؟ او راه معرفه في اغ، معرفه في اغ، حنا بغينا موال انفيني زيرو، بغينا حنا موال انفيني زيرو، هذا المجال هذا بالضبط، وحتى الا درتها في اغ كامله شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى انها سالبه في موال انفيني زيرو وموجبه في زيرو بلس انفيني، يعني ما غاديش تكون ناقص في المجال واحد بلس لانفيني، ما غاديش تكون تما ناقص. يلا ولكن هما كيدوو على بلاتي هما كيدوو على اف بصفه عامه، صافي. انا اشنو درت؟ درت غير المجال موال انفيني زيرو، مزيان. خصنا نديرو عاوتاني المجال ديال هادي، وفي الاخر غادي ندير واحد الطابلو، واحد الطابلو عام، يعني واحد الطابلو مشترك.
احنا دابا لقيناها سالبه في موانا فين زيرو، وملي غادي ندير المشتقه ديك الداله الاخرى، ديك الداله الاخرى غادي نلقاها موجبه سالبه، يعني تما فاش غتكون الاشاره ناقص في داك المجال الاخر، يعني ديال هذه اما هذه راه سالبه، هنا تناقصيه. خليهم حتى الاخر ونجمعهم. انا لقيت الطابلو ديال اف بريم في هذا المجال، راك دابا نديرو ديال الاخرى، لكل اكس المجال الاخر شنو هو سيدي، هو 0 بلس الانفيني، 0 بلس الانفيني. شحال كنا لقينا في المشتقه الاخوان؟ فين هي ديك المشتقه؟ ها هي صافي مفهوم. راه السؤال كيدوي على اف بصفه عامه، ما كيدويوش غير على هذيك الداله الفوقانيه، كيدويو على اف كامله، هذه كتسمى اف كامله. اوكي، حنا دابا درنا الجدول ديال الاشاره غير ديال ديك الفوقانيه، غادي نزيد عليه ديال التحتانيه وديك الساعه نشوفوا الاستنتاج الاخير. بسم الله حتى هي غادي نديروا لها جدول الاشاره. اراك الجدول الاشاره ديالها اف بريم مناش من زيرو حتى بلس لانفيني، هادي ما معرفاش في زيرو، هادي بوحدها، هادي ما معرفاش في زيرو. فين كتنعدم؟ كتنعدم في جوج حاجات ياك، كتنعدم في زيرو وكتنعدم في واحد، حيت الصورة ديال واحد هي زيرو، أولا إلا درتي الحل ديال هاد المعادلة غادي تلقى واحد، دونك هنا كاين واحد. دابا خاصني الإشارات، كيفاش غادي نلقى الإشارات؟ غادي نقول لها سيدي لدينا حسب الدرس ديال الالين ديجا تعرفتو على الاشاره ديال الالين بوحدها، الاشاره ديال الالين مال هاد الالين مالو موجب في واحد بلس لانفيني وسالب في زيرو واحد، من حقك دير جدول الاشاره ديال الالين بوحدها، هذا راه تعطيك في الدرس مزيان. حنا بغينا دابا الاشاره ديال هذا العجب هذا كاملو، مادام ان الالين موجبه في واحد بلس لانفيني اذا هذه المشتقه هذه غادي تكون سالبه، علاش؟ حيت الموجب في ناقص، في ناقص جوج كتولي سالب، الموجب في السالب كيعطيك السالب، كيتبدلوا الاشارات. الالين سالب في زيرو واحد، هو سالب في زيرو واحد بمعنى شنو؟ هنا غادي تكون موجبه، لماذا؟ حيت الالين سالب ضربها في ناقص جوج غادي تولي موجب، يعني حنا كيهمنا الاشاره ديال اف بريم، هادشي اللي كاين الاخوان. وفعلا راه هنا كاينه ناقص وهنا كاينه ناقص، ولكن حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجمعهم كاملين في جدول واحد، ولا ممكن صافي دير الاستنتاج ديريكت، دير الاستنتاج ديريكت. ومنه اف تناقصية على كل من المجالين اللي فيهم ناقص. شنو هما هاد المجالات اللي فيهم ناقص الاخوان؟ المجال الاول واحد بلس لانفيني، والمجال الثاني مور لانفيني زيرو، حيت ملي كتكون المشتقه سالبه كنقولوا على الداله التناقصيه، هذاك الشيء علاش قلت الاخوان التناقصيه، حيت المشتقه سالبه فين؟ في هذا المجال وهذا المجال اللي كتشوفوه بالعين المجرده. وتزايد يا اكواسونت على المجال اللي فيه زائد فين؟ بين زيرو وواحد. صافي مفهوم الاخوان؟ بين زيرو وواحد. غتقول لي علاش درتي جهه زيرو مغلق، غادي نشرح لك علاش. المهم فين كاين دابا زائد بالنسبه لهاد جوج جداول، فين كاين زائد؟ كاين في المجال زيرو واحد، هادي بوحدها راه ما معرفاش في زيرو، هادي بوحدها ما معرفاش في زيرو، ولكن راه الداله اف راه معرفه في زيرو،
كاينه الصوره ديال صفر ومتصله في زيرو. هنا راه كندويو غير على الاشتقاق. الداله المشتقه ما يمكنش تحسب الصوره ديال صفر، يعني اف بريم ما معرفاش في زيرو، ولكن الداله اف بصفه عامه راه معرفه في زيرو. داكشي علاش عطاونا مجال مغلق، حيت الصوره ديال صفر شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. كاينه الصوره ديالها، كون ما كايناش الصوره ديالها غندير مفتوح. اذا هادشي اللي كاين. يلا اللي فهم الاخوان يطبي 5 5. هذه هي الفكره ديال هذا السؤال. شنو كدير ملي كيقول لك حدد ليا اولا بين ليا ان اف تزايديه وتناقصيه؟ كدير جدول الاشاره ديال اف بريم. تما فاش كاينه زائد كنقولوا تزايديه، المجال فاش كتكون ناقص كنقولوا تناقصيه. يلا اللي فهم الاخوان يطبي 5 5. اشمل هذه الرحله هي سامك سامك لو ما يسير. نمشيو دابا للسؤال الاخر. شنو هو السؤال الموالي؟ اعطي جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون. نزرب شويه، نزرب باش تمشيو ترتاحوا الاخوان شويه. جدول التغيرات لدينا، فاش معرفه هاد الداله هادي؟ هاد الداله، الداله المجزأه كتكون معرفه على اغ من موال انفيني حتى بلوس لانفيني. دابا كندويو على ديك الداله كامله بحال اللي قلتي غتلصق دوك جوج جداول مع بعضياتهم. اذا سابقا قلنا ان الداله تناقصيه من موال انفيني حتى لزيرو هي، وتزايديه في زيرو واحد، وتناقصيه في واحد بلوس لانفيني. هنا لقينا فيها شنو؟ لقينا فيها ناقص، وهنا لقينا فيها ناقص، وهنا لقينا فيها زائد. بحال قلتي جبت دوك جوج جداول ولصقتهم مع بعضياتهم. ها الجدول الاول من موال انفيني حتى لزيرو، والجدول الثاني من من زيرو حتى البلوس لانفيني، من زيرو حتى البلوس لانفيني. من بعد كدير تناقصيه تزايديه تناقصيه تناقصيه. اف بريم ديال زيرو، اف بريم ديال اولا اف بريم ديال واحد شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو، بمعنى المشتقه كتنعدم فيها، المشتقه كتنعدم فيها. اخوان واش نقدروا نحسبوا الصوره ديال صفر في المشتقه؟ واش نقدروا نحسبوا الصوره ديال صفر في المشتقه ديال اف؟ ملي كنقول المشتقه ديال اف هي هاد الداله المجزأه هذه كامله، فين غادي نحسبوا الصوره ديال المشتقه؟ غادي نحسبوها تما فاش كاينه او تساوي، يعني ممكن تحسبها. شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو، بمعنى راه كتنعدم فيها الداله المشتقه. اف بريم ديال زيرو كتساوي زيرو، فين غادي نحسبوها؟ تما فاش كاينه او يساوي. ديما الصور كتحسبهم تما فاش كاينه او يساوي. هذه راه كتسمى اف بريم، اف بريم دو اكس، داله مجزأه. دابا غادي نشوف النهايات. هادي لقينا فيها واقيلا سيدي شحال 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 بلوس لانفيني، ياك بلوس لانفيني، انا ما اعتقد بلوس لانفيني. بلوس لانفيني هنا لقينا فيها موان لانفيني. الصوره ديال صفر اصلا كتساوي زيرو، كنحسبوها في الداله ولكن كنمشيو مباشره لتما فاش كاينه او تساوي. ديما بغيتي تحسب الصوره ديال هادي تما فاش كاينه او تساوي، بغيتي تحسب الصوره ديال هادي تما فاش كاينه او تساوي في المشتقه. واحد فين فين كاينه واحد؟ واش كاينه في المجال الاولاني ولا التحتاني؟ كاينه في التحتاني، اذا غادي تعطيك هادي زيرو واحد على جوج. يلا اللي فهم الاخوان يطبي 5 5. هادي هي الطريقه باش كنلقاو جدول التغيرات ديال الداله المجزأه. اشنو درت؟ نعاود بالدارجه. هاد الجدول دابا كيتسمى جدول التغيرات ديال اف كامله. في الاول كنا حسبنا المشتقه ديال كل داله، درنا الجدول ديال كل داله، وهاد دوك جوج جداول لصقناهم مع بعضياتهم، حيت لقينا الجدول الاول هو من موال انفيني حتى لزيرو، ياك فيه ناقص،
ولقينا الجدول الثاني من زيرو حتى البلوس لانفيني فيه زائد وناقص، يعني هادوك كتلصقهم بحال الا درتي ليهم الكوله لصقتيهم باش تعطيك واحد الجدول ديال اف كامله. هذه هي الطريقه. نمشيو للسؤال الموالي. قربنا نساليو، نديرو غير حتى المنحنى. يعطي جدول التغيرات درناه. اول نتيجه غادي نديرو هذا. لدينا اف بريم ديال واحد شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. وهاد اف بريم ديال واحد راه هي نيت ليميت اكس تنفير واحد. عطيت لكم داك النار تقريبا في اي تمرين كنديروه، بحال الا قال لك حسب لي الاشتقاق في النقطه واحد، ديما اف بريم ديال عدد كتساوي الليميت. هنا كدوي على قابليه الاشتقاق، يعني هاد الليميت هادي شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. وملي كتساوي زيرو شنو غادي نقولوا على اف؟ اف قابله للاشتقاق في واحد. صافي بحال كدرس الاشتقاق في واحد، عند هاد الليميت كتساوي زيرو. سي اف يقبل مماس معادلته. شنو هي المعادله ديالو الاخوان؟ المعادله ديالو هي ايكغيك كتساوي اف بريم ديال واحد عامل لي اكس ناقص واحد زائد اف ديال واحد. اف بريم ديال واحد كتساوي زيرو، غدير لي هاد القوس. اف ديال واحد قلنا ديجا غادي نحسبوها في هاد الداله الثانيه، يعني غادي تعطيك واحد على جوج. خصنا نرسمو المماس عندهاش، عند النقطه الافصول ديالها واحد. اش من نقطه بالضبط؟ غادي نسميها ا. الافصول واحد والارتوب واحد على جوج، يعني هاد البوان هادي خصك ترسم عندها واحد المماس. المعادله ديالو اي كتساوي واحد على جوج. ردوا لي البال الشيء اللي كاين. مفهوم الاخوان؟ مفهوم. ليكون في علمك كلشي هادشي راه غتلقاه، كلشي هادشي اللي كنديروه دابا راه غتلقاه، كاع هاد الاسئله غتلقاهم. باش ما تقولش اف بريم ما درناهاش، عاودناها بزاف ديال المرات ودرناها في هاد التمرين ايضا. السؤال الموالي، ردوا لي البال الاخوان، اف بريم ديال عدد تساوي زيرو راه كتساوي نيت ديك الليميت ديال قابليه الاشتقاق. حل في صفر بلس لانفيني المعادله اف دو اكس يساوي زيرو. ومن بعد غادي نعطيو التاويل الهندسي. شنو هو التاويل الهندسي؟ النتيجه المحصله عليها. اف دو اكس تساوي زيرو. اش من مجال اللي عطاونا؟ قال لك اسيدي المجال صفر بلس لانفيني. اذا فين هي الداله اللي غادي نخدم بها؟ غادي نخدم بالداله التحتانيه حيت هي اللي معرفه في زيرو بلس لانفيني. هادي اذا غادي نعوض واحد على جوج اكس استثنان ناقص اكس استثنان في الالين ديال اكس كتساوي زيرو. ولقاو ليها الحل. غادي نشوفو الحل ديالها الى داك القلم. هنا سيدي غادي تعمل باكس استثنان واحد على جوج ناقص الالين ديال اكس تساوي زيرو. بمعنى اكس استثنان تساوي زيرو او واحد على جوج ناقص الالين تساوي زيرو. بمعنى اكس تساوي زيرو، يعني بحال لبستي الجدر للطرفين او هاد واحد على جوج غندير داك الطرف. بمعنى اكس تساوي زيرو او غادي نحيدو ناقصات، غادي تعطيك الالين دو اكس تساوي واحد على جوج. بمعنى اكس تساوي زيرو او غادي نلبسو ليكسبونونسيال للطرفين من حقي. هادي قاعده في الدرس، لبسوا الالين
اولا تلبس ليكسبونونسييل كما كنديروا الالين كنديروه على ليكسبونونسييل اكس يساوي 0 هنا غادي تساوي اكس اكسبونونسييل ديال 1 على 2 وملي كنقولوا اي حاجه اس 1 على 2 شنو هي في النظر ديالكم اكس تساوي جذر او مفهوم اي حاجه اس 1 على 2 كتحولها للجذر اذا واش هاد الجوج حلول واش كاينين في المجال 0 بلس انفيني كاينين هذا بعدا خارج ياك هذا خارج قال لك 0 مفتوح يعني هذا ما كاينش اذا اس جذر او راه كيدويو على المجال 0 بلس انفيني هادشي اللي عطاونا في المعطيات اولا في السؤال الاخوان شنو هو التاويل في النظر ديالكم شنو معني هادشي هذا في النظر ديالكم شنو معنيت هاد العجب لقينا في واحد المعادله اف دو اكس تساوي 0 لقينا فيها الحل ديالها جذر او بمعنى بالدارجه بمعنى المنحنى غادي يقطع محور الافاصيل في جذر او هذا هو التفسير ديالها هذا هو التفسير ديالها صافي مزيان هذا هو التفسير ديالها يقطع محور الافاصيل صحيح علاش عطاونا المجال المفتوح حيت اصلا الصوره ديال صفر كتساوي زيرو هادي جا خدمنا بها يعني المنحنى راه غيقطع محور الافاصيل في زيرو هذيك ما كيدويوش عليها كيدويو دابا على شي حل اخر اللي هو هذا اذا غيقطع جوج مرات اذا غادي نقول ليه اذا سي اف يقطع محور الافاصيل اللي هو او اكس في النقطه دابسيس جذر او وبما ان اف ديال 0 ديجا حسبناها كتساوي 0 يعني يقطع ايضا CF في النقطة O اللي هي 0 0 اللي هي 0 0 صافي حيت الصورة ديال 0 كتساوي 0 غتقول لي يا إما يقطع CF في النقطة ذات الأفصول 0 ولا 0 0 حيت الأورتوغرافي يلا اللي فهم إخواني طبي 5 5 اللي فهمي طبي 5 5 عفاك باش نمشيو لحاجة أخرى واخا كيجي لشي وحدين صعيب ولكن صراحه راه تمرين بسيط جدا بحالو بحال الوطني ديال 2022 كما شفتوا داك النهار خدمنا الوطني ديال 2022 كلشي كان كيقول عليه صعيب ما صعيب لقيناه حامض بزاف الاكثر لدرجه ما كتصورش لدرجه ان اي سؤال كنجاوبوا عليه في سطر واحد ولا جوج سطور الا كثرتي الا ديك المشتقه اللي درنا فيها 5 سطور مزيان السؤال الموالي مونتري كو سي اف ادمي اون بوان دانفليكسيون في المجال 0 بلس انفين اللي هي او اس ناقص واحد اشنو غادي ندير غادي نمشي للمشتقه اللي لقيت في 0 بلس انفيني غادي نحسب ليها المشتقه الثانيه باش نلقاو بوان دانفليكسيون لدينا لكل اكس من 0 بلس انفيني غادي نحسب المشتقه ديال المشتقه دونك اف بريم الاولى كنا لقينا فيها ناقص 2 اكس في الالين ياك المشتقه الاولى ولكن دابا بغيت المشتقه ديال المشتقه اذا هنا غادي نزيد السكوند وهنا غادي ندير ليها البريم اكيد غادي نستعملوا القاعده ديال اف في شحال كتساوي اي بريم فوا في زائد اي فوا في بريم من بعد هذه كتساوي ناقص 2 في الالين
هاد ناقص غتجي بلاصه بلاصه زائد ما فيهاش البريم، والبريم ديال الين هي واحد على اكس، غيتختزل ليا اكس مع اكس شنو غيطرى؟ غادي تعطيك ناقص جوج الين ناقص ناقص جوج. ممكن تعمل باش ممكن تعمل مثلا بجوج، يلا عمل بجوج، غتبقى لك ناقص الالين ناقص واحد. وغادي نعطي انه اشاره لو سيني دو اف سكوند هي تتعلق باشاره ناقص الالين دو اكس ناقص ناقص واحد، ماشي سالبة. عندك تقول لي سالبة، راه مازال ما عرفنا واش سالبة ولا موجبة. إذا غادي ندير جدول التقاعرات. فاش من مجال بالضبط المجال صفر بلس لانفيني، زيرو ما دخلش، هنا تغيرات أو تقاعرات سي اف كونكافيتي، ممكن تكتب فيها سي في زعما كونكافيتي دو لا كورب سي اف، تقاعرات سي اف ما كنكتبوش اف كنكتبو سي في. نشوف دابا فين كتنعدم وفين كتكون موجبه ولا سالبه. غادي ناخذ شي ورقه ولقاو اسيدي الحل ديال المعادله هي الاولى، غنشوف هاد العجبه هذا فين كينعدم. ناقص واحد تساوي زيرو، بمعنى يلا نزربوا شويه نزربوا عفاكم شويه حيت اللي بغيت نوصل داك السؤال ديال البارامتر هذاك اللي بغيتكم تفهموه. زيد ناقص غادي نديه لذاك الطرف غادي تعطيك الالين كتساوي ناقص واحد، من حقي نلبس ليكسبونونسيال للطرفين، ديما كتلبس ليكسبونونسيال للطرفين راه من حقك. زيد شنو مازال اكس كتساوي شحال؟ كتساوي او اس ناقص واحد، اذا كتنعدم في او اس ناقص واحد. نشوفوا الاشارات، شوفوا الاشارات. اذا غادي نسول راسي نقول فين غادي تكون هادي مثلا موجبه او لا سالبه، اللي عجبك انت بدا باللي عجبك. نشوف فين غادي تكون موجبه ولا سالبه بحال بحال، نديو عاود ثاني داك العجب لذاك الطرف غادي تولي واحد، غادي ندي ناقص لذاك الطرف ولكن غتبدل المتفاوته، رد البال بحال ضربتي الطرفين في ناقص غتبدل المتفاوته، غتلبس ليكسبونونسيال اللي انا غتعطيك اكس، غتلبس ليكسبونونسيال اللي انا غتعطيك بحال هكا. اشنو كيعني هذا المجال هذا؟ شنو كيعني؟ كيعني من موال انفيني حتى لأو ياك، ولكن حنا ما بديناش من موال انفيني بدينا من زيرو. المهم في هذا المجال هذا شنو غيكون فيه؟ غتكون فيه هذه موجبه حيت قلتي فين غادي تكون كبر من صفر، لقيتيها غادي تكون كبر من صفر في هذا المجال اللي لقيتي في الاخر. هذه الا جيتي مثلا ما شفناش واش خدمنا في الالين، غادي نقول ليه من موال انفيني حتى لأو اس ناقص واحد، ولكن راه انت كتبدا من زيرو حتى لأو، يعني هذا المجال. المهم هذا المجال هذا فيه زائد، داك المجال الاخر غيكون العكس ناقص. ملي كيكون المنحنى اولا ملي كتكون المشتقه الثانيه موجبه المنحنى كيكون ضحك، وملي كتكون سالبه المنحنى كيكون حزين، وهذه هي نقطه انعطاف اي اف ديال او اس ناقص واحد. صافي انا دابا ملي درت جدول التغيرات اولا من جدول التقاعرات بلا ما نكتب ليه ديك اذا سي اف يقبل نقطه الانعطاف واحد، صافي راه الجدول بحال قلتي اعطيتيه داكشي رياضيا، راه هي نقطه الانعطاف كتسمى نقطه الانعطاف حيت المشتقه الثانيه كتنعدم فيها وتغير الاشاره. يلا اللي فهم عفاكم يطبي سنك سنك، دير غير الجدول كتبان لك واحد نقطه الانعطاف، ما بانت لي لا جوج لا ثلاثه، يعني كيقبل نقطه انعطاف وحيده. ولكن الاخوان عافاكم خذوا الاله الحاسبه حسبوا لي الصوره ديال او اس ناقص واحد حيت غادي نحتاجوها. فين غادي تحسبها؟ غادي تحسبها في الداله الثانيه، حيت الداله الثانيه فاش لقينا او اس ناقص واحد. عافاكم شي واحد يعطينا شحال كتساوي؟ ضروري ضروري تعطوني شحال كتساوي. يلا يلا بالزربه.
شحال الاخوان شحال كل واحد كيعطينا النتيجه الخاصه به. بلاتي نحسبها عافاك بلاتي واحد دقيقه حيت ضروري. المهم قلنا غادي نحسبوها في التحتانية ياك. انا لقيت فيها شحال هادي 0.43 ولكن يقدر عندي شي خطا فيها. شوف درت واحد على جوج ياك هايا واحد على جوج في او اس ناقص واحد واستثنان ايه ناقص زيد خاصني استثنان في هادي خاصني استثنان هنا غندير تساوي دابا اذا 0.20 0.20 صافي مزيان يلا 0.20 ايوا سيدي دابا غادي نمشيو المحبوب الجماهير اللي كلكم كتحماقوا عليه وكتبغيوه وكتموتوا عليه اللي هو المنحنى يلا غادي نرسم عفاك المعلم وانا معكم غنرسم المعلم ونشوفوا كيفاش غادي نرسموا المنحنى. يلا انتبهوا معايا الاخوان انتبهوا معايا. اول حاجه كنبداو بها هما دوك الفروع اللانهائيه. ديجا لقينا واحد الفرع الشلجمي، فرع الشلجمي اتجاهه محور الاراتيب، ياك الاراتيب مرسوم ما عندي ما ندير به. دابا عندك هذا المقارب هذا ايغريك يساوي ناقص اكس ناقص واحد. شنو غادي ندير؟ غادي نختار جوج النقاط ايغريك يساوي ناقص اكس ناقص واحد. مثلا غادي نختار واحد النقطه غادي نسميها ا والنقطه الثانيه غادي نسميها بي، ولكن ما تضغطش عليهم ما تبينهمش غير بشويه باش نحطوا عليهم مسطره. نعطي مثلا الاكس 0 شحال غتساوي ايغريك ناقص واحد. نعطي مثلا الاكس مثلا نعطيها واحد شحال غادي تساوي ايغريك ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج. يلا نرسموا هذا المقارب عفاك 0 ناقص واحد النقطه الاولى واحد ناقص جوج هي هادي تقريبا صافي. المهم نتوما حاولت قلت السلم عافاك حيت حتى التليفون مديرونجيني شويه ما عرفت واش هي هادي نيت هي هادي. دوك النقط خصنا نحيدوهم اولا ما تبينهمش، واخا حتى مثلا انت ضغطت عليهم في الوطني ما تخربقش داكشي مزيان يبان بحال درتي تما الوسخ. يلا نحطو عليه مسطرة ونرسم. قلنا سيدي زيرو ناقص واحد واحد ناقص جوج هي هاديك زيرو ناقص واحد واحد ناقص جوج. ملي غادي نرسمو غيكون بحال هكا تقريبا. واحد إيغريك
يساوي ناقص x ناقص 1. صافا الاخوان مزيان. احنا بعدا جبنا 0.25 غادي يدوز حتى من ناقص 1 حيت الصوره ديال ناقص 1 مثلا الا حسبت الصوره ديال ناقص 1 شحال كتساوي؟ ممكن تحسب الصوره ديال ناقص 1 غادي تعطيك 0 تعطيك 0 يعني غادي يدوز من ناقص 1 وناقص 1 الاخرى. مزيان شنو مازال؟ نقطة الانعطاف. نقطة الانعطاف فين هي نقطة الانعطاف؟ غادي ناخذ الآلة الحاسبة نشوف ديك او اس ناقص 1 شحال كتساوي؟ كتساوي 0.36. هذه 0.36 والصورة ديالها 0.25 تقريبا. 0.36 0.20 ايوا هادشي ما باينش بزاف يعني تقريبا هنا تقريبا هنا. صافي الاخوان حاولوا نتوما ديروا 2 سنتيمتر في السلم باش يبان داكشي كبير بزاف. ها حنا تهنينا من نقطة الانعطاف. ايه عندنا عاوتاني واحد المماس. اشنا هو هاد المماس؟ اولا جوج مماسات لقينا. مماس كيفاش داير؟ ايكغيك يساوي زيرو عند النقطة زيرو زيرو. نرسموه في اليمين وفي اليسار. لقيت واحد الممس داير بحال هكا ايكغيك يساوي زيرو لا على اليمين لا على اليسار. صافي اليمين ايكغيك يساوي زيرو راه رسمتو، ايكغيك يساوي زيرو راه رسمتو. منين جبتو؟ جبتو من السؤال جوج درنا. زيد شنو مازال باقي؟ عندي عاوتاني واحد الممس اخر. عنداش؟ عند النقطة واحد. علاش؟ حيت ديجا درت ليها التأويل الهندسي إلى عقلتو. قلنا بأن السائف يقبل إيكغيك يساوي واحد على جوج مماس عند النقطة واحد واحد على جوج. فينا هي واحد واحد على جوج؟ واحد ها واحد واحد على جوج تقريبا هنا. إخوان راه صغرت السلم بزاف، تحاولوا نتوما تكبروه. المعادلة ديالو شحال؟ إيكغيك تساوي واحد على جوج يعني غادي يكون أفقي، غادي يكون أفقي بحال هكا. مزيان. عاد غادي نمشي لجدول التغيرات. نرسمو النقاط اللي يمكن ليها الترسم. زيرو زيرو هي أصل المعلم، واحد واحد على جوج هي هادي. كون مطلبو منا نرسمو هاد المماس غادي نرسمو أصلا حيت قيمة دونوية قيمة قصوية، وحتى هاد المماس كون مطلبوش منا نرسموه غادي نرسمو بزز عليا حيت قيمة دنوية. صافي غادي نتبع، غادي نتبع جدول التغيرات. مثلا غادي نبدا من هاد النقطة زيرو زيرو، وشنو غادي ندير؟ غادي نطلع لهاد الجهة. ملي غادي نطلع لهاد الجهة هذا سميتو مقارب، يعني غيقرب ليه، غيتحكم على المماس شوية وغيكون قريب لهاد المقارب، ماشي غيتلاقى معاه، غير غيكون غادي معاه. زيد شنو مازال؟ غادي نجي عاوتاني من هاد النقطة وغادي نطلع حتى النقطة واحد على جوج، يعني حتى لهاد النقطة. هذا ممس غيتحكم معاه، غيجي حتى النقطة الانعطاف، وشنو غيدير؟ غيبدل الاتجاه. فين وصلنا دابا؟ وصلنا هنا. شنو غادي ندير؟ غادي ننزل، ولكن ملي غادي ننزل راه غادي يقطع محور الأفاصيل. فين غادي يقطع محور الأفاصيل؟ قلناها سابقا، غادي يقطع محور الأفاصيل في الحل ديال المعادلة اف دو اكس تساوي زيرو. شحال كنا لقينا فيها جذر او؟ شحال كتساوي جذر او؟ نشوفوا شحال كتساوي جذر او. جذر او 1.64 تقريبا، يعني هنا. صافي الاخوان ما منحققش دوزو في شي بلاصه الا في جذر جذر او اللي هو الحل ديال المعادله اف دو اكس تساوي زيرو. اييه وفين كيتقاطع مع هذا المستقيم هذا؟ واش كيتقاطع معاه ولا لا؟ نشوفوا ياك ما كاين تما شي سؤال، شي سؤال. زيد 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 شي سؤال ديال التقاطع بين الدلتا والاخر. ودروس الوضع النسبي في موال الفيني زيرو، يعني ما عطاوناش كاع التقاطع،
ما عطاوناش التقاطع، يعني غدوزو فيما بغيتي صافي. هو بعدا غيقطع الافاصيل وغيجي المنحنى خصو يدور على الاراتيب، الاراتيب فرع شل جميل تيجو محور الاراتيب. اذا هذا هو السي اف، هذا هو السي اف ديال هاد الداله هادي. نتوما حاولوا تكبروا السلم، حاولوا تكبروا السلم اللي فهمها الاخوان يطبي 5 5 في الوطني اصلا كيعطيك السلم كيقول لك مثلا وحده القياس هي 2 سنتيمتر، خصك تحترم وحده القياس. عندك 2 سنتيمتر خصك دير كل تربيعه 2 سنتيمتر، عطاوك 1 سنتيمتر خصك دير كل تربيعه 1 سنتيمتر، حيت هما كيعرفوا القياس اللي غادي يعطيوك. هذا راه داير على الاراتيب برونش بارابوليك داكس ديزوردوني. وي كاين التقاطع ولكن ما عطاوناش بالضبط، ما عطاوناش فين كيتقاطع هذا المستقيم مع المنحنى، يعني شي حوايج ما عطاوهمش لك في التمرين صافي بلا ما ديرهم. يلا نمشيو دابا للسؤال الموالي. كيفاش كنحددو التقاطع سي اف مع شي مستقيم؟ شنو كدير؟ كدير الحل ديال المعادله اف دو اكس تساوي المعادله ديال داك المستقيم، زيد 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 حتى كتلقى اكس تساوي عدد، مثلا لقيت اكس تساوي 2، اذا هاد هادو غيتلاقاو في واحد النقطه اللي الافصول ديالها 2، الارتوب راه كتحسبها صافي. هنا علاش ما عطاوناش بالضبط لقاو التقاطع بين السي اف والداله اف في المجال 0 بلس انفيني؟ حيت الا مشيتي باش دير ديك المعادله ما غاديش تلقاها، صعيب في الباكالوري ما غاديش تلقاها. علاش؟ حيت غادي تخرج لك بحال هكا، داكشي علاش ما تسوقوش ليها بحال قال لك تقاطعوا فيما بغيتي. هنا لا في هذا الاخر لا، قال لك الافاصيل راه باين عطاوهم لينا. كما قلت غادي نعوض واحد على جوج اكس سي 2 ناقص اكس سي 2 الين 2 اكس شحال كتساوي اي كتساوي ناقص اكس ناقص واحد، يعني داك المستقيم الدلتا. الا جبت هذاك الشيء لهذا الطرف غادي تلقى واحد المعادله اللي ما تقدروش نتوما تلقاوها في البكالوريا، حتى توصلوا بعد البكالوريا ديك الساعات غتعرفوا على شي طرق اخرين كيفاش غتلقاو هاد العجب صافي. مزيان الاخوان، داكشي علاش من حقك دوزو فيما بغيتي، دوزو فيما بغيتي. المهم خصك تدورو على الاراتيب. يلا ردوا معايا البال، نمشيو للسؤال الموالي. بالنسبه للتكامل الاخوان، حيت درناه في الحصه ديال البارح ما كاينلاش نديروه، هذا بحالو هذا نيت اللي حسبنا، ولكن واقيلا راه حسبناه في واحد او. هنا عطاونا واحد جذر او، نفس الطريقه الداله ديال البارح وهاد الداله هذه ولا هاد التكامل بالاجزاء راه بحال اكس سي 2 في الالين، نفس الطريقه، نفس الشيء بالنسبه للمساحه نفس الطريقه. اذا حنا اللي كيهمنا دابا هو هاد السؤال 10، ردوا معايا البال باش نعطيكم السؤال 10. اما هادو راه صافي بحال اللي قلتي جاوبنا عليهم شفويا حيت درناهم البارح في الحصه ديال البارح. السؤال 10 فين تعطى؟ بحالو فين تعطى؟ تعطى لينا في 2013 الدوره العاديه، 2013 تقريبا الدوره العاديه وشي وطني اخر. السؤال رقم 10، ركز معايا ركز. قال لك حدد لي عدد الحلول ديال هاد المعادله هادي حسب البارامتر ام. شنو معنى البارامتر ام؟ انت كتفترض اولا كدير القيم اللي حيت ام ما عرفناش شحال كيساوي، ولكن انت كتحط الافتراضات، يعني كتقول الا كان ام كيساوي زيرو، الا كان ام موجب، الا كان ام سالب، اشنو هما الحلول؟ رد معايا الباب باش نفهموا كيفاش باش غادي نديرو ليه. دائما الى عندك اف دو اكس كتساوي شي عدد، نكتبوها كاع في شي ورقه اخرى. الى عندك اف دو اكس كتساوي شي عدد، انا مثلا غندير جوج، اشنو معنيت هاد الشيء هذا؟ معنيتو ان السي اف و إيكغيك يساوي جوج
كيتقاطعوا في الحل ديال هذه المعادله، في الحل ديال هذه المعادله. مفهوم الاخوان؟ هاد جوج هادي كتعتبر ايغريك تساوي جوج، يعني المستقيم كيفاش داير افقي، وهاد اف دو اكس كتمثل ليا السي اف، هو راه نفس الشيء بالنسبه لهاد، نفس الشيء. بحال قال لك شوف ليا فين كيتقطع السي اف مع المستقيم ديال المعادله ايغريك يساوي ام. ايغريك يساوي ام كيفاش غيكون؟ غيكون افقي، الا رسمنا غيكون افقي، ولكن غير المشكله ما عرفناش شحال كيساوي داك ام، واش كيساوي جوج باش ندوزوه في جوج، واش كيساوي ثلاثه، ما الله اعلم، ما عرفناش بالضبط شحال كيساوي. ولكن انت كتحط الافتراضات، كتحط ثلاثه ديال 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 الامكانيات. الا كان هاد ام هذا الامكانيه الاولى، الا كان هاد ام كيساوي زيرو، شحال من مره غادي تقطع ايغريك دو ام محور او لس اف؟ يلا عطيونا الاخوان، ياك اعتبرنا ام هي زيرو، شحال من مره غيتقطع، شحال من مره غيتقطع السي اف مع ايغريك يساوي زيرو؟ حيت قلتي ام، حطينا ايغريك يساوي ام يساوي زيرو، يعني بحال قلتي المستقيم ايغريك يساوي زيرو، هو نيت محور الافاصيل، اشنو هما عدد الحلول بيناتهم؟ هما عدد التقاطعات. يلا عطيونا عدد الحلول الاخوان، عطيونا، ما تحقرش راسك. إذا كان ام كيساوي زيرو، سي اف و ايغريك يساوي زيرو، شحال من مره كيتقاطعوا؟ شكون اللي قال مره واحده؟ ما حشمتيش، ما كتشوفش. ايغريك يساوي زيرو شنو هو؟ هو محور الافاصيل، ها محور الافاصيل، شحال من مره كيتلقى مع المنحنى؟ كيتلقى معاه في هذه النقطه وكيتلقى معاه في هذه النقطه، الافاصيل كيتلقى مع المنحنى في هذه النقطه وفي هذه النقطه، اذا يقطع جوج مرات. ايوا بلاتي باش نكتبوا الطريقه ديال الجواب، كيفاش غادي نجاوبوا؟ غادي نقول ليه اذا كانت ام تساوي زيرو، إذن عدد حلول المعادلة f دو x تساوي زيرو أو تساوي m، بلا ما تكتب زيرو دير غير m، حلين. هادشي اللي كاين، علاش؟ حيت ايغريك يساوي زيرو والمنحنى كيتقطعو جوج مرات، كيتقطعو جوج مرات. أراك دابا الحالة الثانية، إلا كان هاد ام هذا، أولا إلا كانت ام موجبة، إلا كانت موجبة كبر من صفر، أعطيونا الإخوان، إلا كانت ام موجبة، شحال من مرة غيتقطع المنحنى مع إيكغيك يساوي ام؟ ام موجب، شنو معنيت موجب؟ يعني ام ممكن يساوي واحد، ممكن يساوي ام كيساوي جوج، ممكن يساوي ثلاثة، ممكن يساوي ربعة، ممكن يساوي مليون، ممكن يساوي صفر فاصلة، المهم كبر من صفر، يعني ام كبر من صفر، شي عدد كبر من صفر. إلا كان مثلا هاد ام كتساوي واحد، شحال من مرة غيقطع المنحنى محور الأفاصيل؟ إلا كانت ام إلا كانت مثلا ام كتساوي مثلا واحد على جوج، يعني خصنا نديرو واحد على جوج، حيت انا كنلاحظوا انهم كيتقاطعوا في جوج النقط. اذا كانت ام اكبر من زيرو، وهاد اكبر من زيرو فيها ثلاثة ديال الحالات تقريبا، كيفاش نعتبروا ان ام تساوي ماذا؟ تساوي واحد على جوج، ام كتساوي زيرو او اكبر قطعا من زيرو، يعني كندويو على هذا الاعداد اللي الفوق. نفترض اسيدي ان داك ام كتساوي واحد على جوج، شحال من مره غادي تقطع ايغريك يساوي واحد على جوج مع محور الافاصيل؟ عطونا في لي كومونتير. الا كان داك ام كيساوي واحد على جوج، شحال من مره المنحنى وداك المستقيم غيتقطعوا؟ شحال؟ شوفوا غير بالعين المجرده، زيد 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 باش نسريو عفاكم. شوف كاينين جوج طرق،
يا اما تذكر ليه ام اكبر قطعه من زيرو وتقول ليه يقطع المحور او عدد الحلول الحل الوحيد على الاقل زعما يا اما يقدر يتقطعوا في نقطه واحده او لا في جوج او لا ثلاثه حيت ممكن يتقطعوا في ثلاثه ولكن حنا غادي نفصلهم غادي بحال قلتي كتفرق فين فينا هو إيغريك يساوي واحد على جوج إيغريك يساوي واحد على جوج هو هذا حط عليه مسطرة شحال من مرة غيتقطع المنحنى مع إيغريك يساوي واحد على جوج ها المرة الأولى ها المرة الثانية راه إلا رسمتي داك المستقيم غتشوف أنهم كيتقطعوا جوج مرات إذا عدد الحلول أو عدد حلول المعادلة f دو x تساوي m حلين صافي نشوفو عاود تاني الحالة الثانية إلا كان m محصور بين زيرو وواحد على جوج يلا نديرو كاع عاود تساوي ولا نديرو قطعا باش نخرجو ديك واحد على جوج وزيرو حيت ديجا درناهم الا كان هاد ام محصور بين صفر وواحد على جوج فين زيرو وواحد على جوج ها زيرو ها واحد على جوج يعني المستقيم يقدر يساوي مثلا هاد النقطة هادي نحطو عليهم غير مسطرة حنا غادي نجربو غير واحد العدد بين زيرو وواحد على جوج غادي نحط عليهم مسطرة مثلا في النص ديالهم شحال من مرة غيتقطع المستقيم إيكغيك يساوي إم مع المنحنى غيتقطع معاهم ها واحد المرة ها التانية ها التالتة ثلاثة ديال المرات خود ليا شي قيمة ديال إم بين صفر وواحد على جوج أنا اختاريت هاد القيمة هادي لقيت بأنهم كيتلاقاو في ثلاثة ديال النقط إذن عدد الحلول أو عدد حلول f دو x تساوي m ثلاث حلول بقات ليا شنو بقات ليا إلا كانت m كبر من واحد على جوج كيفاش حيتها واحد على جوج يعني إلا كانت كبر من واحد على جوج إلا كان داك m كاين في شي بلاصة هنا كاين في شي بلاصه الفوق ديال واحد على جوج الا كانت ام كبر من واحد على جوج ناخذ تما شي قيمه ونشوفو شحال من مره مثلا الا كان كبر من واحد على جوج ناخذ واحد الا كان مثلا ام كيساوي واحد شحال من مره غيتقطع مع محور اولا مع سي اف إيغريك يساوي إم شحال من مرة غيتقطع مع سي إف غيتقطع معاه مرة واحدة حتى إلا خديت مثلا أربعة غيتقطع معاه مرة واحدة راه هذا إلا جبتي راه كيمشي للبلوس لانفيني إلا خديتي مليون غيتقطع معاه مرة واحدة وهكذا إذا عدد حلول المعادلة إف دو إكس تساوي إم حل واحد نمشيو دابا الا كان ام اصغر من زيرو اذا كان او اذا كانت ام سالبه كندويو علاش كندويو على هاد الاعداد السالبه راه كندويو على المستقيمه الاخوه اللي كيدوزو فوق محور الاراتي برد البال ام هي ايغريك تساوي ام زعما داك المستقيم الافقي قلنا الا كان ام سالب يعني مثلا يقدر ام تساوي ناقص جوج المستقيم ناقص جوج هايا شحال من مرة غيتقطع مع محور مع المنحنى غيتقطع معاه مرة وحدة إلا افترضنا داك ام مثلا كتساوي ناقص ربعة غيتقطع مع المنحنى مرة وحدة إلا افترضنا أن داك ام كيساوي ناقص واحد كيتقطع معاه مرة وحدة وهكذا يعني أي قيمة خدتها ام في هذا المجال سالب راه المنحنى وداك إيكغي يساوي ام كيتقطعوا مرة وحدة يعني حل وحيد إذن
المعادلة f دو x تساوي m تقبل حلا وحيدا. تقبل حلا وحيدا. يلا اللي فهم الاخوان يطبي سلكسن. عرفتوا علاش درت هنا ثلاثة ديال الحالات؟ عرفتي علاش درت ثلاثة ديال الحالات؟ حيت مثلا ملي قلت اف او لما اللي قلت ام كبر من زيرو، حيت ام كاينه في شي بلاصه هنا، او الا اختاريت مثلا ام كتساوي جوج راه غيتقطع معاها مره واحده، ولكن الا اختاريت ام في هذا المجال هذا بين زيرو واحد على جوج راه غيتقطع معاها ثلاثه المرات، والا خديت داك ام مثلا كيساوي واحد على جوج راه كيتقطع معاها جوج مرات، وهكذا. داكشي علاش فرقت بحال قلتي فرقت. ممكن تجاوب فهاد العجب هذا بصفه عامه، تقول ليه عاد المعادله تقبل حلا وحيدا على الاقل. ملي كنقولوا حلا وحيدا على الاقل يعني ممكن يتقطعوا في حل واحد او لا مره واحده او لا جوج او لا ثلاثه الى غير ذلك. ممكن. يلا اللي ما فهمش يطبي 5 5. اذا نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. هذه القضيه هذه راه درنا ليها التذكير، هذه راه كانت تعطات في الوطني وقيله 2013 الى عقلت 2013. ايوا الاخوان حيدوا الخوف كما قلت لكم. هذه العشيه هذه مع ديك الاربعه ولا ديك الخمسه، سير خرج للبحر، دور شويه ما تدخلش ديما الدار، دور شويه ورجع ولا يوفق الجميع. وما تنساوش تحطوا التقاشر في الكومنتيرات، التسجيل ديال هذا اللايف اللي غيتحط بعد قليل او بعد لحظات في البروفيل ديال الانستغرام. والى اللقاء.